إذا هلا عندي دلتا W4 بدها تساوي ألفا في X1 في دلتا 4، وهاي بدها تساوي ألفا في X2 في دلتا 4. هلا هاي إذا بدي أحط لها أول إشي، هذه ألفا في ماينس 1 في دلتا 4، وهاي بدها تساوي ألفا في ماينس 1 في دلتا. هلا هدول بحط قيمهم هون موجودة عندي. عندي W14 هو بتطلع معي ماينس W14 بيساوي 0.1 في 1 في دلتا 4. قديش دلتا 4 كانت عندنا؟ ماينس 4 ماينس 0.0147 مضبوط؟ فبصير 0.00147 ماينس او 5 اذا بنبدل هذه 5 بتصير هون. بعدين عندي W24 راح تكون نفس الشيء 0.1 نفسها بتطلع نفس. بعدين عندي هون دلتا 3 0.1 في ماينس 1، دلتا 3 هتكون 0.0381 مضبوط. دلتا 3 فبتعطيني 0.0038 ماينس. واخر شيء عندي دلتا ثيتا 4 بتساوي 0.1 في ماينس 1 في ماينس 0.00147 بتساوي 0.0015 بس. هلا نعم تفضل. بس ليش في ايش عفوا؟ السالب واحد. هلا هدول اذا بتطلع احنا دائما كنا كقاعده لما نيجي على ويت نقول بدنا نعدل هذا الويت بدلاله ثلاث اشياء مظبوط. واحد منها الليرنينج ريت، الليرنينج ريت انه كله مظبوط. الثاني هو الدلتا اللي طالعه من النيورون، يعني احنا كانه عمال نقول الدلتا اللي طالعه من النيورون مسؤوليتها على مين؟ على هذا وهذا وهذا، مش هيك؟ لكن كل واحد منهم مساهمته ايش بتكون؟ بدلاله الانبوت. هذا الانبوت تبعه شو كان؟ هاي X2، مش هاي نفسها X2؟ لكن هاي ايش الانبوت تبعها؟ لا هي تجاوب ماينس واحد، مش احنا دائما مثبتينه هذا ماينس واحد. احنا عرفنا البايس انه الانبوت تبعه ماينس واحد او الثريشولد، هيك كنا دائما نعرف الثريشولد. هو على فكره اذا بدك تقولي الثريشولد كانك بتقولي هذا الرقم ناقص العتبه هاي، هل هو اعلى منها ولا اوطى منها؟ من هون اجى الاسم ثريشولد. ثريشولد ايش معناها؟ عتبه. عندي عتبه. فاحنا كنا، ولذلك احنا كتعريف نقول هل هو اعلى من هذا الثريشولد، لما انا بقول هل هذا الرقم اعلى من هذا الرقم ولا اقل، شو بعمل العمليه الحسابيه اللي بعملها؟ اذا بدي اقول انا معدل هذا الطالب اعلى من معدل هذا الطالب او اقل منه، شو بعمل بينهم؟ واللي بيطلع معي الجواب بوزيتيف بكون شيء ونيجاتيف بكون شيء، مش هيك؟ فاحنا هذول سميناهم الثريشولد. اذا بتتذكروا اول مره حلينا هذا الثريشولد، فعمال نقول هل هو اعلى من هذا الثريشولد ولا اقل؟ تعريفي للثريشولد اذا بدي هذا ايش بعمل؟ فهذول باي ديفينيشن ايش لازم يكون دائما الاكتيفيشن تبعهم؟ ناقص واحد. اوكي ماشي واضح الان؟ ولذلك اجت الناقص واحد هي هون. في الثيتا، وين في ثيتا؟ في ثيتا 5 كمان كان هون. هي ثيتا 5 كمان اجاها ناقص واحد، ضل دائما يجيها ناقص واحد، ما راح يجيها اكتيفيشن ثاني. يعني لاحظي هذا الويت بيختلف عن هذا الويت، انه هذا الويت دائما ايش بدخل له؟ اكس 2، اكس 2 متغيره حسب التريننج باتر. لكن هذا دائما وظيفته انه هو فريشولد. انه بقارن المجموع اللي بيطلع من هدول، هدول مش عباره عن W14 في X1 زائد X1 في W14 زائد X2 في W24 زائد X3 في W34، هدول عم بقارنهم ايش هلا؟ بثيتا 4. ثيتا 4 صارت كانها ثريشولد، حتى تكون فعلا ثريشولد لازم اجمعها ولا بطرحها؟ بجمع بطرحها. اوكي نعم نكمل السؤال. ذكر هون تريبل او 0.0015 مضبوط مضبوط عشان اجانا 0.1. هلا الخطوه اللي بعدها شو بعمل؟ بدي اغير هذول الدلتاز، بدي اغير الاصليات بالدلتاز اللي هون. نعم تفضل. طيب بصير بكل ايبوك استخدم الليرنينج ممكن؟ هو عاده ما بتستخدمه انت في كل ايبوك، شو بتعمل؟ بعد فتره لما تحس انك اقتربت بتغير ادابتف. تمام بالضبط صحيح صحيح قليل جدا صحيح صحيح. وانتم هلا رح اللي رح تتعلموه هلا رح نيجي على الاستعمال الماتلاب، بصير عندك انت تقرر، انت بتقرر شو الليرنينج ريت، وامكانك تعمل انت تقول انه بعد فتره معينه بدي اقلل الليرنينج ريت. الليرنينج ريت اذا كان عالي كثير شو المشكله بتصير؟
ممكن يصير عندي غصة للتريب. اذا كان واطي كتير زي ما انت حكيت من هون نطلع هون حتى يبدا هذا يتحقق قديش بده، يمكن بده 1000 ايبون. فانت بتقول الليرنينج ريت، وهذه من فوائد اني اعمل الارقام بايدي. فاهمين؟ اي مساله او اي شيء جديد بدي اجي اتعلمه ما بصير مباشره ابدا استعمل السوفت وير، بدي احاول اعمل اشياء معينه بايدي حتى انا ابدا افهم. صار عندك انت احساس مزبوط، مش صار عندك احساس الليرنينج ريت ايش بعمل، صار عندك احساس كيف انه كل ويت عماله بتغير. هلا بعديها لما تنتقل بتصير انت تفهم انه الليرنينج ريت ايش اثره على عمليه التعلم.